انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 13.3% خلال إبريل الماضي، وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الانخفاض إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 47.4% لتبلغ مستوى 2,840,000,000 دولار مقابل 1,930,000,000 دولار لنفس الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت صادرات الأدوية بنحو 77% والفواكه الطازجة ب60%. هاتفيا ينضم إلينا الأستاذ أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. بعد التحية لحضرتك، إذا نتحدث عن الميزان التجاري الذي انخفضت قيمة العجز فيه بنسبة 13.3% خلال إبريل الماضي، ارتفعت صادرات مثل الأدوية 77% والفواكه الطازجة بنسبة 60%، كيف رأيت هذا الانخفاض في قيمة العجز في الميزان التجاري؟ بعد التحية لحضرتك ولكل المشاهدين، طبعا مصر في سبيلها للتركيز على زيادة صادراتها بشكل كبير جدا وخفض الواردات، وهو ما يساهم بشكل كبير في خفض العجز في الميزان التجاري. على مدار 5 سنوات سابقة مصر عملت بشكل كبير جدا على هذا الشأن، فكنا من 2015 كان عجز الميزان التجاري 53.4 مليار دولار، انخفض في 2020 ل 38.3 مليار دولار بنسبة خفض 28.3، يعني خلال 5 سنوات أكثر من 25% من العجز التجاري انخفض نتيجة خصبة الإصلاح الاقتصادي. أيوة. شهر إبريل الحالي اللي هو التقرير الصادر بشكل حالي بيوضح استمرار المعدلات الشهرية اللي على أساس سنوي بيقاس بها مقارنة بين إبريل 2021 و2020 الفرق ما بين عجز الميزان التجاري. طبعا مصر صادراتها 2 مليار دولار 840 مليون مقارنة ب1,930,000,000 دولار، وهو نمو 47%. هناك ارتفاع في الواردات لكن الارتفاع طفيف بنسبة 8.1%، وده بيعكس زيادة كبيرة جدا في العديد من السلع. زي ما حضرتك ذكرت، في 14 سلعة النهاردة في مصر بتصدرهم نمو في شهر إبريل بنسبة 90%. ال 14 سلعة دول يأتي على رأسهم المنتجات البترولية اللي نمت بشكل كبير جدا من 56 مليون دولار الى 430 مليون دولار بزياده قدرها 656%. ايوه. وعندنا منتج بترول الخام زاد برضه نسبه صادراته بنسبه 188.3% من 40.7 مليون دولار الى 117.3 مليون دولار. زياده في صادرات الملابس الجاهزه من 51 مليون دولار الى 148 مليون دولار بزياده قدرها 190%. السجاد الأدوية زادت بنسبة 77%، السجاد بنسبة 103%، الفواكه والخضر والمنتجات الزراعية زادت أيضا بشكل كبير جدا. كل ده ساهم في خفض العجز التجاري وساهم بشكل كبير جدا في زيادة قدرة مصر على زيادة صادراتها ودعمها من الدولة المصرية بشكل كبير. وأهمية خفض العجز في الميزان التجاري إيه اقتصاديا يا أستاذ أحمد؟ بالطبع النهارده لما بنتكلم على الميزان التجاري هو بيشمل الفرق ما بين الصادرات والواردات. أيوة. زياده الصادرات المصريه بتؤدي الى زياده الدخل من الاحتياطي النقدي الاجنبي للدوله المصريه، وبيساهم بشكل كبير جدا في تقليل الفاتوره التي تدفعها الدوله المصريه في استيراد المنتجات الغير هامه للبعض ويراها البعض ترفيهيه. لكن النهارده بنركز ازاي نقلل وارداتنا بشكل كبير جدا، ازاي نزود صادراتنا ودخول منتجاتنا المصريه للاسواق العالميه بشكل كبير جدا، ده بيعكس ثقه للمستهلك العالمي في المنتجات المصريه وبيساعد على زياده الاحتياطي النقدي الاجنبي وزياده العمله الصعبه في الدوله المصريه. يمكن يعني فكره القيمه المضافه اصبحت فكره هامه للغايه فيما يتعلق ب يعني تفكير الدوله والقياده السياسيه في يعني العمليه التصنيعيه في مصر، يعني تصدير مواد خام ما بقاش هو المرتكز اللي بيرتكز عليه الاقتصاد، ولكن هذه القيمه المضافه في كل المنتجات، والحقيقه ان ده بيؤتي ثماره الان لما بنيجي نتكلم عن هذه الصادرات التي ارتفعت، الادويه على سبيل المثال يعني. بالظبط، يعني زي ما حضرتك بتشرح النهارده مصر انتهجت خطه، مصر غنيه بالموارد، لكن النهارده اصبحنا نفكر بجديه كيفيه وضع قيمه مضافه على المواد الخام اللي عندنا وتصديرها بشكل يحقق فائده اكبر للدوله المصريه.
الادويه مثلا كنا بنصدر ب 14 في ابريل 2020 ب 14.1 مليون دولار، زادت صادراتنا بنسبه 77.2 الى 25 مليون دولار. الجزئيه الخاصه بالسجاد وصناعه السجاد في مصر كنا بنصدر ب 16 مليون دولار، اصبحنا نصدر ب 33 مليون دولار. الفواكه وتصنيع الفواكه وتغليفها وتصديرها الى الخارج برضو الرقم بتاعنا زاد بنسبه 60.2 مليون دولار في المية، فده بيساهم بشكل كبير جدا ان النهارده حجم الصادرات المصريه اللي بيضاف عليها قيمه مضافه ويبقى عندنا تصنيع قوي وجوده للمنتج واسعار تنافسيه. ده حتى المنتجات الزراعيه بقى فيها قيمه مضافه يعني. بالظبط، المنتجات الزراعيه بقى فيها قيمه مضافه، لان انت النهارده بتودي المنتج بشكل بتاخده من الارض بشكل جيد، والمنتج دوت بيروح يخوض اختبارات جوده وبيعدي من هذه الاختبارات الجوده بشكل كبير جدا، وايضا تصنيع المنتجات دي بشكل مختلف. كل ده بيساهم النهارده ان الدوله المصريه اصبح عندها رؤيه الى اختراق الاسواق العالميه، ازاي النهارده يكون في تنافس للمنتج المصري بشكل كبير جدا، جوده مميزه جدا وسعر مميز واقتحام الاسواق العالميه بشكل كبير جدا. على سبيل المثال السوق الفرنسي هو من الاسواق الجاذبه للاستثمارات المصريه والصادرات المصريه، زادت صادراتنا في ابريل بنسبه 11% للسوق الفرنسي والعديد من الاسواق الاخرى. استاذ احمد، طب يعني كل اللي احنا ذكرناه ده بيؤكد ايضا انه هذا العجز في الميزان التجاري هيفضل ينخفض اذا استمرينا يعني في هذا المنوال اضافه القيمه المضافه لكل شيء بتصدره مصر، ده بالتاكيد سنه ورا سنه هيؤدي الى يعني خفض اكبر في هذا العجز. زي ما انا بدات الكلام مع حضرتك ان الجزئيه الخاصه في الخمس سنين اللي فاتوا مصر قدرت تقلص عجز الميزان التجاري اكثر من 25% بالظبط، تحديدا 28.3. ايوه، دي خطه ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي اللي انتهجتها مصر في 2016، هو خفض العجز في الميزان التجاري وزيادة الصادرات المصرية. وكل شهر النهارده على المقارنة بالأساس السنوي بنلاحظ خفض في عجز الميزان التجاري بشكل كبير جدا. صحيح. وهناك استمرارية ورغبة مصرية قوية في زيادة الصادرات، عندنا مستهدف 100 مليار دولار صادرات، وهو مستهدف مصري تسعى الدولة المصرية بشكل كبير جدا للوصول ليه. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الأستاذ أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.